اجود من موجود. الكوست وينه؟ الكوست قد راح؟ عميقة. الكوست قد راح؟ اسفين يا كشكوش. الله معليش يا كشكوش. يا رجال اكلوا اكلوا ذلحين. املوا بطونكم. يا رجال احنا نبغى نسمن يا رجال. اي بالله انا اجل بسمن. امسك اخذها. يا كشكوش تعذرنا يا كشكوش. معليش. اخاف يرجع يعطينا الكرسات بالحين. ولا يجينا بال. ولا يعطينا ستيب. يعني توقع من اقوى انا ولا كوتش؟ كمو اقوى هو انت صدق والله امانه لا لا تحطها ولا امانه بس انت امانه يعني بدون امانه اعرف ذمتكم انت قوي باس وهو قوي جسم ايش رايك؟ اسمع انت قوي شعر وهو ما هو قوي شعر جسم جسم انا قوي قلب وهو ما هو قوي قلب اوه تخيلنا الحين يقلينا هني تاجر اجل كويش تاجر انا احب استاذ طارق الله يسد دمك بغيت اغص العود حي بيبس اوه يا ابوي اسمعوا تدخلون سعر القمه ما فيها بدقاش تعبوا ذاك ابو فنب تعبوا ذاك ابو عقاب في تاهه بدخل احسبينها ابو ماجد كل ما عليه كل ما اخذ المويه قال مالي ابو ماجد لابس كاب قلت له باخذ مويه قال انه يا حبيبي انا متسابق قلت انا متسابق قال لو انك مدير ما تدخل والله العظيم صامل عيا انا ما اسمع فيني كذا بدا زيده جيت بدا زيده اقسم بالله العلي ما شاء الله عليه الله لا يضرب اقسم بالله تقول حجر اقول كذا انا نسيته هو مش ادق ايده قلت له ما شاء الله هذه ايدك انت قال ما شاء الله تبارك الله كيف سويت كذا قال سرمها ما شاء الله عليه قوته انا جيت تبغى اصدمك كل حلقه يقول ايه انا جيت بسام ايه بهاي يطق قدام الدكتور طارق استاذ طارق عشان اجيب هذا له انا عمك سويت انا اتوقع من اقوى هو الدكتور طارق استاذ طارق اي ودني لا والله استاذ ده انا اقوى من طارق نشيط نشيط ولا ذاك يا رجال ذاك من غير جسم جسم لا صدق صدق يرجع انا ودي اشوف الاستاذ طارق مع واحد زاد مثله هم يتخابطون ابغى اشوف ضرب الرجال عادي ونزل سالم معه ايه هو الحكم حقهم سالم ضربات ما تشوفها في مصارع. في الحلبات ابغى اشوف ابغى اشوف منه اللي يخبط شوف الحلبات الحلبات اللي يتضربون فيها انت صدقت الحلبات وين؟ ضربهم ما ادري شو قايل طق لا خليك تضرب مع واحد من رحم رحم بط 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 لين بطل من تحت اي بطل مو بحمام بس بس والله صدقت قلت تسولف معك راحت بسامحك عشان تلي طابخ والله العظيم يرجع تروح الحين تضارب زمان بالمدارس مضاربات نظني حتى ما تجيها مصارعه روح وعزت مضاربات قويه اذكر لكم مره والله العظيم يا شباب تخبطت لي انا وير عند المدرس الثاني حط معه ولد المدرس نشيط ساعه كم قاعد صلاه نشيط فيه نشاط ما شاء الله تبارك الله المدرس ذا ما ادري شو ياكله باقي ظني انه يعني سبانخ ما يضر كم قاعد صلاه خمس دقائق المهم صدق لمني المهم كم ثانية واجي واقابله في الفسحة خلها لي انا بيني وبينه تتش من زمان ما يداني ولا اني بدنيه وكل ما شافني اسوي حاجة انت هزابي الحين كل ما قلت ولا لازم احط لما تسدي عشان العيال اللي ما بعد قاموا رجال طويل الحين في خمس الا في اول متوسط والله بس المهم غير اشكل الرجال يبغى ما حبصل غير اشكل مقلبه 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 في قلبي كذا هم شليني مخبط بلا يوم قدني تري حرب ها فين؟ ها مدرستنا فيها الله يكرمكم بطحة مليني على البطحة دول تعا يقول بعمره يقول بعمره بيض الله وجهك يعني والله يا عارف اي والله العظيم اشهد اسمع سالفة السلطان نقول بي الرجال هم حنك عليه نقول كذا زنط لي وانا في عقب يا وليد عقب يا وليد عقب يا وليد عقب يا وليد قول خير يا وليد كم باقي؟ قال دقائق ابشر اللي به زاد مدرس زاد ما داني جاي من هناك اشوفه اغبرته من هناك من بعيد شوي ام الهيوم جاني بالخزره كانها انت ام اسلك كيف يظهره سعد اسلك كيف يظهره قلت يلا يا جعل ما تعطى قام مني يوم قام مني بزد اسلكني انا زاد يلا وش ذنبي الله يا باهي وجهك ليه؟ ليه تزدت السكن انا وانا طايح خنوق ومضروب ويضرب ثاني مره والله حسبي عليكم هذا الورع مدرس والمدرس والله العظيم قاموا قاموا يخبطوني الاثنين والله الذي لا اله الا هو اني راكب فوق الغسالات هاج عندنا غسالات المدرسه
اني هاجم فوق والطلاب كل ابوهم يعاينون فيني كذا انزل والمدرس يقول تعال تعال خذ حذيانك الله يكرمك تعال خذ حذيانك عندي والخزران بيدي بسرعه انزل فايز راجك فايز راجك عاد فايز طويل وانا لا كنت ذيك الايام قصير ولاني فوق ايش اسمه غسالات هاج ها لا لا يعني ذيك الايام قصير لا والله ما قصير يعني كان قصير صار طويل وانت الحين هذا وله يقول تعال خذ الحذيان